تم تنشيط عنصر الاستعلام أين تم التعرف عن صاحب المنزل، وبالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة قالما تم مداهمة وتفتيش منزل المشتبه فيه أين أسفرت نتائج العملية عن عاجز مايلي خرطيش ذات صنع أجنبي ويدوي، كمية معتبرة من مادتي الساشم والبارود، 4 أسلحة، 2 منها من الصنف الخامس وواحد من الصنف الرابع والآخر من الصنف السابع، كمية معتبرة من وحدة البور تستعمل لحشو الخراطيش، وكذلك معدات وآلات تستعمل في تفريغ وتعمير الخراطيش، بالإضافة إلى محجوزات أخرى. باستعمال تقنيات التحري والتحقيق تم التوصل إلى تحديد هوية باقي المشتبه فيهم أين تم توقيف شخصان.